بدنا نحكي عن اونتولوجي انجينيرينج تشالنجز. ايش يعني اونتولوجي انجينيرينج تشالنجز؟ يعني مش موديلينج تشالنجز، مش لانجويج سبيسيفيكيشن تشالنجز، انك اللي هي وانت واللي حتى فيها شويه موديلينج، بس هي اشياء جوهريه انجاز التعبير، يعني فاندمنتال ايشوز بتواجهها لما انت تيجي تبني الانطولوجي او كيف تصمم الانطولوجي تبعتك. هم مشكلتين اللي بدنا نحكي عنهم اليوم. اول مشكله الانطولوجي يوزابيليتي فيرسس الانطولوجي ريوزابيليتي. اذا نعرف الفرق بين اليوزابيليتي والريوزابيليتي بنلقي حالنا عرفنا مشكله معينه عشان نعرف بعدين نتعامل معها. مش شرط هنا انا اعطي حل على فكره، يعني نهايه هاي المحاضره مش بتعطي حلول بس بتعرف من المشكله. المشكله الثانيه بنسميها ابلكيشن ديبندنس، اعتماديه الانطولوجي على الابلكيشنز او الريكويرمنتس بتاعت الابلكيشنز. طيب only these challenges will be discussed but there are many other challenges بتواجهها انت لما تيجي تبني الانطولوجي. يعني معناته يعني معنى اخر هذول مش كاملات، بعرف اصلا اني اهم شيء او لا، حتى بقدرش حتى اجاوب على هذا. بس كمان مره النقاش في هاي القضايا بحسن السكيلز تبعتك، بتاعت الموديلينج سكيلز تبعتك، ها مش التكنيكال سكيلز، الموديلينج سكيلز تبعتك. هلا قلنا عنا اونتولوجي، احنا هلا بدنا نقارن بين اونتولوجي عشان نفهم اليوزابيليتي والريوزابيليتي. لو عنا اربعه ليجال بيرسون اونتولوجيز، اربعه اونتولوجيز، بدك في الاخر تكرر اني انت وانت طبعا عندك شريكي، انت عندك شركه وبتبيع اونتولوجيز، اني من هذول الانتولوجيز انو الخيار اللي تتبعه؟ عندنا انتولوجي واحد بيستعملها يعني ابلكيشن 1 9000 مره باليوم. طبعا لما نقول ابلكيشن يعني تاسك على فكره. شو هي التاسك؟ هي شو ابلكيشن واحد؟ انه منستريز ويب سيرفيس، هاي ويب سيرفيس بين الوزارات عشان يتناقلوا سجلات شركات بناء على هاي الانطولوجي. وزارات بدها تبني ويب سيرفيس عشان تناقل بيانات شركات، فبيستعملوا الانطولوجي تبعتك 9000 مره باليوم وبس، ما نقدرش نستعملها لابلكيشن ثاني. ليه؟ في عندنا خيار ثاني، في عندنا انطولوجي اثنين بيستعملها ابلكيشن واحد 1000 مره باليوم وبستعملها ابلكيشن 2 1000 مره باليوم. شو هي هاي الابلكيشن 2؟ ويب سيرفيس برضو، بس وين؟ بين الغرف التجاريه عشان يتناقلوا بيانات شركه. هلا ايه، طب وين راحوا ال 8000 اللي بقوا هنا؟ بطلوا يستعملوها. ليش؟ قالوا هاي الانطولوجي، هاي دير بالك هذول تو ديفرنت انطولوجيز، هاي الانطولوجي بتلبيناش كل رغباتنا، ففي بعض الوزارات بطلوا يستعملوا. مثلا لكيو فيها كثير ديتيلز، لكيو فيها في شغلات مش موجوده فيها، لكيو او يعني بغض النظر سيروا كله، هاي مش معموله للوزارات، هاي معموله للغرف التجاريه. لا يا عم هاي الغرف التجاريه برضه بقول، لا هاي برضه معموله للوزاره، يعني بس في 1000 و1000 بيستعملوها باليوم، 1000 مره 1000 مره. ليه؟ عندنا ابلكيشن ثالثه، انطولوجي ثالثه، كل المستعملين هون صاروا 100 بابلكيشن واحد وابلكيشن اثنين، بس في عندنا ابلكيشن ثالث جد جديد. شو هو؟ انه البنوك لما تيجي تصمم، مش في عندنا طلب فتح حساب جديد الورقه هذه، لما بتيجي تصمم هاي الورقه بتروح تطلع على الانطولوجي، بناء على الانطولوجي بتصمم. مش هذا ابلكيشن؟ مش هذا ابلكيشن الانطولوجي؟ طيب هاي صار عندنا ثلاث ابلكيشنز بيستعملوا، ثلاث فيري ديفرنت ابلكيشنز بيستعملوا الانطولوجي، بس طبعا
كل العدد المستعملين. في عنا انطولوجي رابعة أوبس صاروا 10 10 10 10 زاد عليهم أبليكيشن رابع اللي هو إن المحاميين في الشركات صاروا يستعملوا تعريف كومباني بناء على شو معرفة بالانطولوجي. مش هذا برضو أبليكيشن؟ هاي أربعة أبليكيشنز مختلفة وبسيرفيس بين الوزارات وبسيرفيس بين الغرف التجارية. إن نصمم أبليكيشن فورم بناء على هاي الانطولوجي حتى ولا أوفلاين وإن نستعملها محامي يستعملوها في المحاكم. هلا أنت بتصمم أني واحد بتشتري؟ أني واحد بتصمم وتبيع؟ الأولى؟ الرابعة. الرابعة؟ ليه؟ مش مربوط يعني بتصممها جنرال أنت وأي حدا بأخذ منها. لا مش أي حدا. لا انتبه. بس أكيد 10 يستعملوها من كل واحد. بس هدول؟ بس. بس هي 10,000 لا هي هي منها تصديق هي 10 يعني هي كوبي بيست. ف يعني طب شو الفرق بينهم؟ طب اني الانطولوجي اللي اكثر استعمالا الاولى. طب الاكثر اعاده استعمال الرابعه. شو اذا شو تعريف اليوزابيليتي اللي هي؟ لاحظوا بس انا هون قبل ما اعرف بدي اقول الابلكيشن المقصود فيه تاسك. يعني ممكن على سبيل المثال على فكره هذا كله سوفت وير انجينيرنج يعني نفس الكلام في كل شيء في الكلام. لو انا عندي ابلكيشن محاسب برنامج محاسب وعندي برنامج ايش اداره مستشفيات فيش فيش كي محاسب وعندي برنامج تسجيل الطلاب جامعة كبير زيد وعند دفرت ثلاث أبليكيشنز وفيهم كل واحد ممكن يعطيك مثلا اللي هو أسعار العملات. هذول نسميهم ثلاث أبليكيشنز؟ لا هذول ون أبليكيشن. ليش؟ إيه سوري يعني سوري أنا بحكي هون على بدي أورجيك الفرق بين التاسك والأبليكيشن. الأبليكيشن ممكن يكون فيه أكثر من تاسك مزبوط ممكن يؤدي اكثر من تاسك. اللي احنا بنعنيه باليوزابيليتي واليوزابيليتي هو انه تاك تو بي ذا سيم تاسك مش ذا سيم ابلكيشن. واضح كيف يعني؟ يعني افرض انه يعني هاي مثلا تبديل اسعار العملات هاي اني بس اعمل لوك اب لاسعار العملات في كل الابلكيشنز موجودين نفس التاسك بتساوي. هلا كل هاي اليوزابيليتي لا انت علي بس اذا غيرت التاسك بتصير انذر تاسك. اذا غير يعني اذا غيرت فيها شوي بتصير انذر تاسك وبالتالي هون احنا بدنا نبلش نعد اعاده استعمال مش استعمال. فتعريف اليوزابيليتي انه ماكسمايزنج ذا نمبر اوف ديفرنت ابلكيشنز يوزنج ان انطولوجي فور ذا سيم كايند اوف تاسك same kind of task using the ontology. كل ما زاد عدد الانطولوجي المستعملين لنفس التاسك معناته بتزيد نقول هاي الانطولوجي more usable. وكل ما maximizing the number of different applications using an ontology over different kind of tasks هاي بتصير reusability. واضح؟ هلا ليش بدنا ريوزابيليتي؟ سيفينج تايم كوست ايفورت هاي زي كل الناس. بس كمان ريلايبيليتي ذا مور ريوزد ذا مور تيستد ولا لا؟ وهذا بالتالي اتس ان امبورتنت كواليتي فاكتور. مرات كل ما زاد عدد كل ما كانت الريوزابيليتي اعلى معناته احنا جربنا الانطولوجي تبعتنا باكثر من قضيه باكثر من تاسك وبالتالي معناته is a good ontology indication مش شرط. How to increase usability by being closer sorry usability كيف بدك تزيد اليوزابيليتي؟ كيف مش تزيد استعمال كيف شو بدي خليك تزيد استعمال؟ كل ما كنت closer للابلكيشن requirements كل ما الناس حبوش
شلون؟ كيف ازيد الريوزابيليتي؟ كل ما فكرت في اكثر من ابلكيشن مختلفات باي تيكينج انتو اكاونت ديفرنت يوزنجز ابلكيشنز. هلا الاشكاليه وين؟ طب ازيد هنا الثنتين؟ الجهاز بطيء شوي. طب ازيد هنا الثنتين؟ واحدة على حساب الثاني. في تريد اوف الريوزابيليتي واليوزابيليتي، في بينهم تريد اوف. كل ما زادت هاي بتنقص هاي، كل ما زادت هاي بتنقص هاي. يعني كل ما كنت اكثر عمومية بتكون اكثر خصوصية، اكل خصوصية، وكل ما كنت اكثر خصوصية بتكون اكل عمومية. لاحظين كيف؟ هاي الفكرة. وضحت؟ هلا الجود اونتولوجي انجينير نوز how and where to compromise. الكومبرومايز انت الجود اونتولوجي انجينير بيعرف وين هون زيد هذيك مش مشكله وهاي وين نركزها مش مشكله، بس طبعا بتضل الفاندمنتال بروبلم موجود. واضح؟ هلا نيجي على المشكله الثانيه، اونتولوجي ابلكيشن ديبندنس. الانتولوجي ابلكيشن ديبندنس انه احنا عندنا هلا انتولوجيز ار سبوز تو كابتشر نوليدج. هذا يعني لا، اللي بيبنوا انتولوجيز بيقولوا انه الانتولوجيز ار سبوز تو كابتشر نوليدج اندبندنت من الابلكيشنز. بتصيرش تفكر في الابلكيشنز لما تبني الانتولوجي، بتصيرش هيك هيك اللي العلماء الانتولوجي اذا بدكم هيك بفكروا. طب كيف بدها تصير هاي؟ أنا من هلا بدي أعرف مشكلة ثانية. بتسرش، هذا كلام فاضي، مستحيل. دليل The problem is that when building an ontology there will always be intended or expected usability requirements at hand. يعني أنت بدك تبني ontology لل e-government، كل ما فكرش في الابليكيشنز ما تلحق. قبل شوي كنت لل e-government، قلت لي لا ما هو لا دومين، اوكي روح عندنا انتولوجي. بعدين الا ما يخطر على بالك هاي بدنا نستعملها ويب سيرفيسز، هاي بدنا نستعملها لكذا، هاي بدنا نستعملها لكذا. فانت منك لحالك في عندك انتندد واكسبكتد ابلكيشنز فكرت فيها. هاي الابلكيشن، هاي الريكويرمنت بتاعت هاي الابلكيشنز هي اللي بتحكم الاندبندنسي تاعت الانتولوجي، قديش الانتولوجي مستقله عن ذول الابلكيشن. هلا this problem is known as the interaction problem، معروف بالعلم. اسمعوا بس اقرا لكم اياها. representing knowledge for the purpose of solving some problem is strongly affected by the nature of the problem and the inference strategy to be applied to the problem. هلا هات نشوف هاي المثال. هاي اونتولوجي بين قوسين بيستعملها بوك ستورز. هاي البوك ستورز الاونلاين بوك ستورز اللي بيبيعوا وبيشتروا كتب. بوك از ا سب تايب اوف برودكت. البوك له اي اس بي ان، ماست هاز ان اي اس بي ان. البوك له تايتل، له اوثر، والبرودكت له برايس، والبرايس له فاليو، له كرنسي، وهلم جاب. في عندنا اونتولوجي ثاني للمكتبات برضو عن الكتب. البوك له اي اس بي ان، له تايتل، له اوثر. هذا القارن بين تو انتولوجيز عشان نعرف المشكله اللي انا بحكي عنها، اللي هي عشان اورجيكم شو معنات الريكويرمنتس اللي بتاثر على الابلكيشن، يعني على الانتولوجي. هلا شو بتختلف هاي الانتولوجي عن هاي الانتولوجي؟ اول شيء هاي الانتولوجي فيها ديتيلز مش موجوده هون، العكس صحيح. هاي شو؟ طب ليش هون حطينا في برايس وفاليو وبرودكت والى اخره، هون ما حطيناش؟ لانه الابلكيشن هذا ببيع وبيشتري وهذا ببيع وبيشتري. بس على فكره هاي مش مشكله كبيره، يعني لو اضفنا هذول هون فيش مشكله. لو اضفناهم مش هاي بنسموها جرانيولاريتي ستراكشر تاع البيانات، والجرانيولاريتي قديش انت ديتيل. هاي مش ذات قضيه، بس في هون مشكلة ضخمة جدا
بتعمل فرق شاسع بين التو انتولوجيز اللي هي شو تعريف كتاب هون وشو تعريف كتاب هون. تعريف كتاب هون انه قد يكون له اي اس بي ان، قد يكون له تايتل، قد يكون له اوثر. هون لازم يبقى له اي اس بي ان، قد يكون له تايتل، قد يكون له اوثر. اها، يعني لو جبنا كتاب من كتب ارسطو بزبط في هاي الانتولوجي، هل بصير انستنس لهذا الكتاب؟ لا. ليه؟ لانه هاي الانتولوجي بتقول لازم كان اي اس بي ان. لو جبنا بي اتش دي ثيسيس لواحد بعرفش مين معروف جدا، يعني بي اتش دي مهمه، تقدر تحطها هون؟ لا. ليه؟ لانه ما لهاش اي اس بي ان. طب هل هي كتاب؟ هي كتاب، هون بتقدر تحط. هاي المانديتوري كونسترينت هاي غيرت مجرى التاريخ بالنسبه لهاي الانتولوجيز، غيرت المعنى. شو يعني؟ تعالوا نتصل على مسؤول امازون ونقول له تعال. طب يا عمي انتوا الثيسيس بي اتش دي ثيسيس تبعتي هاي مش كتاب، كيف انا اللي ما بتظبطش بالانتولوجي تبعتها؟ بقول لك ايش؟ لحظه، انا يا عمي انا بعترف انها كتاب، بس عشانني انا مش معني ابيعها حطيت هذا الكونسترين. قال له اوه، يعني انت هذا الانتولوجي هاي مش تعريف كتاب. لا والله، هاي يعني انت بتحدد في ال حط ريكويرمنتس تاع الابلكيشن تبعك، يعني معناته هاي صارت لك. بقول لك مزبوط، انا وياك متفقين على الدومين ليفل، بس على الابلكيشن ريكويرمنتس مختلفين. فبالتالي لاحظ كيف هاي شغلات زي هيك شو اللي بحكمك انت لما تيجي تعمل، يعني شو معناته الابلكيشن ريكويرمنتس تعمل انفلونس على الانتولوجي. وبالمناسبه هذول يعني نقول اليوزابيليتي، مشكله هون اليوزابيليتي برسبكتيفز ليد تو ديفرنت اند سام تايمز كونفليكتنج انتولوجيز، اول تو ذيس انتولوجيز مايت اجري ات ذا دومين ليفل. يعني الاختلافات الضخمه بتصير عاده بين اليوزابيليتي ريكويرمنتس. واذا بتلاحظوا بس قبل ما انهي خلصنا، انه لو زدت فاكتس هو مش مهم، المهم شو هو؟ المهم هذول الكونسترينتس. الكونسترينتس هن الخطيرات، وغالبا ما بيختلفن فيه الابلكيشنز من بعض. ناثيان، طيب both ontologies are database schemes بالمناسبة، مش ontologies هذول، على الأقل من وجهة نظري أنا. من وجهة نظري أن هذول الثنتين database schemes مش ontologies. طيب خلينا ناخذ بريك وبعدين بنكمل. يعطيكم العافية. بعض الـ ontology engineering challenges. هلا بدنا ناخذ methodology في الـ ontology engineering، أحد الـ methodologies. الفكرة هون اسمها ontology double articulation. المحاضرة هاي بتحتوي على هاي الميثودولوجي، بس فيك تاخذ برضه الميثودولوجي اللي بدك اياه منها. بس انا بدي اشتغل عليك الفكرة منيح. شو يعني double articulation بالمناسبة؟ طيب شو يعني articulation بالعربي؟ كلمة articulation بالانجليزي شو بتعني؟ English English. نعم. articulation لما نقول did you articulate يعني بمعنى قسمت الاشي، فصلت الاشي. و articulate معناها برضو articulate، نقول حنان عشراوي is an articulate يعني بليغ، يعني اكسبريشن يعني تعبير، قوة التعبير. فبتيجي الفصل بتيجي قوة التعبير. هون بهاي المحاضرة كلمة articulation بتعني الثنتين، بتعني الفصل للبلاغة. نفصل عشان نقدر نعبر. هلا بنشوف كيف. الفكرة بشكل عام
انه انا الانطولوجي بدل ما اشوفها زي ما كنت اشوفها قبل شوي، بدل ما ارسم الانطولوجي انا بفصل الانطولوجي ده بعد لك اسمين، نفس الانطولوجي بفصلها لك اسمين. كيف؟ طبعا هذا الكلام نظري ها، كيف؟ ما نفكرش قصدي عمليا هلا كيف بدك تفصلها لك اسمين، خليها شوي. في اشياء قد دومين ليفل بحطها قد دومين ليفل، وفي اشياء قد ابلكيشن ليفل بحطها قد ابلكيشن ليفل. وبهاي الحاله لحظة هذول الابليكيشنز هذول بنسميهم كوميتمنت، انطولوجيكال كوميتمنت. يعني هذا الابليكيشن كوميتس لهي الانطولوجي عن طريق اذا بدك ابليكيشن انطولوجي، يعني وكانه هون في دومين انطولوجي وهون في ابليكيشن انطولوجي. ها هاي الفكره. هلا تفكرش لحد الان كيف تطبقها هاي الكلام. هلا المينينج المعنى لكلمه معينه كان بي دبلي ارتكيوليتد، دبلي ارتكيوليتد معناها انه مقسوم لك اسمين ها انتو دومين اونتولوجي وابلكيشن اونتولوجي. في الدومين اونتولوجي انا بحرص تكون الاشياء على مستوى الدومين، يعني على مستوى اللانجويج، على مستوى اللغه، على الدومين برضو تعريفه صعب ها، الدومين يعني على المستوى العام جدا. بينما الابلكيشن اونتولوجيز يعني لحظه كمان مره، دومين او لينغويستيك ريسورس از مينلي كونسيرن وذ كاركترايزنج ذا انتندد مينينج، يعني المعنى العام اوف فوكابولري ات ذا دومين او الكوميونتي ليفل. بينما الابلكيشن اونتولوجي هاي از مور كونسيرن وذ ذا يوتيليتي usability of these vocabularies according to certain application perspectives. ها يعني هون انا باخذ الريكويرمنتس تاعت الامازون قبل ما كنا نشرح قبل شوي، وهون انا بكون عام. هلا ontologies built in this way، اذا بتبني الانتولوجي بهاي الطريقه are easier to build, highly reusable and usable. كيف هاي مور يوزابل وهاي مور يوزابل، هيك حققت الريوزابيلتي واليوزابيلتي. ار ايزير تو انتجريت، هذولا الانتجريشن بينهم بصير اسهل وذ اذر اونتولوجيز. خلينا نشوف الانتولوجي اللي بنيناه قبل شوي لهذا المثال، شفناه في المحاضره السابقه انه كنا هذول متاثرات كثير بايش؟ بالابلكيشن ريكويرمنتس، مزبوط. هلا الفكرة كالتالي انه انا وكأنه هذول هيك بالضبط اللي صار، وكأنه هذول متفقين قد دومين ليفل، هذول الناس متفقين قد دومين ليفل على الفوكابيولرز هذول، بس لما اجوا يعملوا سبيسيفيكيشن كل واحد يعني حط حاول يعني خلينا نقول يدفع بالابلكيشن ريكويرمنتس تبعته في هذا الاتجاه. فشو بصير عندي انا هون بقى؟ ممكن اعمل احط الفوكابولري هاي، يعني بمعنى اخر كل اللي شايفينه بالاسود، يعني بمعنى اخر كل اللي انتم شايفينه بالاسود هو موجود هون، بس بكين من الاسود اللي بلزمني، شايفه تمارا، بكين من هون من الاسود ها، بكين من هون اللي بلزمني بحطه، بعدين بحط عليه الحمر. هذول شو هم؟ كونستريتس. لاحظين يعني شو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي وكأنه هذول الفاكس طيب الفاك تايبس فيش فيهم كونسترينتس، وكأنه بقول يعني فيش فيهم كونسترينتس، وكأنه هذا ديكشنري عام بحط انا بكيم، وكأنه بعمل دراج دروب هون وبعدين بحط الكونسترينتس زي ما بدون ابلكيشن او السيت اوف ابلكيشنز تبعتي، مش مشكله. هاي مور ريوزابل وهاي مور يوزر، هاي اللي هذا دومين ليفل، هاي هذا ابلكيشن. هلا هاي مش شرط اروح ابني انطولوجي كل مره بدي اعمل انطولوجي اعملها انا يعني هيك بهيك ما استفدتش. في كمان بدل ما تستعمل هاي تستعمل لينغويستيك ريسورس زي الوورد نت، تعرفوا شو الوورد نت؟ اوكي قاموس معين، هذا بنوضح احنا بعد بجوز يومين
ندرس عن الورد. لا هاي لينغويستيك اونتولوجي. ايش معنى يبقى ابلكيشن؟ عام جدا على مستوى اللغه بعيد عن الابلكيشن. فانا عشان بس يعني كيف، فانا مش كل يعني الفكره تبعتي هون، انا مش لما بدنا نبني اي جوفرمنت اونتولوجي معناته بدنا نروح نبني هاي وبعدين نبني هاي وهاي وهاي، مش هيك الفكره. الفكره كيف؟ لا انه اكثر وانا ببني بهذول بعمل ريفرنس لهذول الكلمات اللي بالاسود، بعمل لهم ريفرنس على لينغويستيك ريسورس اوتسايد او دومين اونتولوجي. دومين اونتولوجي شو طبيعتها هي الدومين اونتولوجي؟ اكاونتس for the intended meaning of a domain vocabulary accounts يعني commits to the intended meaning of a domain vocabulary sorry مش commits يعني describes يعني هون المعنى at the domain level انجاز التعبير. وهون ال conceptualization مش لدومين معين at the human language او ال community. يعني اذا انا بقول بوك بتطلع هون شو بوك؟ مش بتطلع بالنسبه لاي ابلكيشن، بالنسبه للغه الانجليزيه شو بوك. فهمتوا علي شو؟ انتربريتد انتشنالي، هاي شغله لوجيك بديش اشرحها، بس هاي شو بتعني؟ شيرد فوكابولري سبيس فور ابلكيشن اكسيوماتايزيشن، هاي بنسميها ابلكيشن اكسيوماتايزيشن. يعني بمعنى وكاني هون انا شو سويته؟ لما اجي ابني انتولوجي لابلكيشن معين شو بساوي؟ بروح بشوف لينغويستيك ريسورس محترم، بستعمل هذا الريسورس زي شيرد فوكابولري. شو يعني شيرد فوكابولري؟ كل الفوكابولري اللي هو عندي هون وهون اللي ظهرت لازم تبقى وين معرفه، وكل زي ما كنا التعريفات هون معرفه الدومين. شو الثيوري النظريه اللي بها اللي وراء هذا الكلام؟ احنا شو تعريف الكونسبت؟ شو يعني كونسبت عندنا؟ A set of rules in our mind about a certain thing in reality. مش هيك مرة حكيناها؟ يعني شو تعريف كونسبت؟ شو يعني كتاب؟ لحظة، هذا كتاب؟ هذا كتاب؟ لا، هذا كتاب؟ هذا كتاب؟ طيب، هذا كتاب؟ شكله وهلو مجرة هلا. يعني طب انت كيف بتحكم؟ كل ما ورجيك شغله بتقول هاي كتاب او لا، كيف تحكم؟ كيف تحكم؟ في انت كاركترستكس، في انت ست اوف رولز كاركترستكس اذا بدك في مخك بتصور بالك، انت بتحكم بناء عليها انه هذا الاشي كتاب ولا لا. هلا هذا هو الكونسيبت، هذا هو الكونسيبت. يعني لو انت تشوف شغله جديده اول مره بحياتك بتشوف هاي، اول مره بحياتك بتشوف هذول، تقول هذا بدي اعمل ابستراكشن، هذول مش فاهم بعض. على فكره الناس تبلش تعمل ابستراكشن المره الثالثه مش المره الثانيه، مش لما تشوف اثنين تشوف ثلاثه، بعدين بتقول لازم يبقى شكلها ايش كذا، لازم يبقى طبيعتها كذا، لازم 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 بلكها بالمطرح الفلاني بيستعملها فلان والاخر. كلها عبارة عن وصفات. هاي الصفات أو الخصائص أو الرولز اللي هو أنت بمخك عشان ما تظلكيش تقول هذيك الشغلة اللي إلها مواصفات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة كذا، تعدين كل مرة شو تساوي؟ تعطيها اسم. هلا إذا شو الكونسيبت؟ ست مجموعة هاي الصفات اللي أنت في مراسك، مش هذا هو الكونسيبت؟ عشان تميز إشي عن إشي. طيب هلا نقول لكون عندنا كونسيبت سي إلو اي شي اي اللي هي ممكن نسميها all possible instances، كل ايش ال possible instances هاي بنسميها الموديل تاع الكونسيبت. شو الموديل تاع الكونسيبت؟ شو الموديل اللي هو الست اوف اول بوسيبل، يعني كل الانستنسز اللي في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، كل الممكن، كل شيء ممكن يصير. هات ونجيب 1000 دونم ونحضر ال1000 دونم، هاي المنطقه الخضراء هاي 1000 دونم،
ونحط عليها all possible instances لبوك مثلا. اذا الكونسيبت بوك اللي بنسميه بوك، الكونسيبت تبع بوك في راسنا، هذول all possible instances للمنطقه الخضراء. هاي the set of the intended models of foresee، يعني بوك at the human language conceptualization level. شو هو مجموعة الصفات اللي في راس كل واحد بحكي انجليزي او بيعرف انجليزي لما بسمع كلمة بوك شو بقول شو بفكر؟ مزبوط؟ طبعا نفترض ان الناس بتفكر 100% يعني، بس بيصير خلافات صغيرة جدا، بس نفترض انه هاي الالف دنهم جابوا حطوا كل الانستنسز. ليه؟ هاي وين؟ at the domain level. طيب لو جينا ل الابليكيشنز، لو اخذنا الابليكيشنز، ان ابليكيشن ايه زي مثلا الابليكيشن ايه زي جامعه مكتبات الجامعات، وقلنا شو مكتبات الجامعات بتعتبر شيء هي الكتب. اخذنا يعني بمعنى اخر الكونسيبت تبع بوك بالنسبه لمين، كيف يستعمل في الجامعات. فان ابليكيشن ايه ذات از انترستد according to its usability perspectives، مكتبة هنا ما يلزم لمكتبات الجامعات، هون usability perspective. لو أخذنا هذا الكونسبت، على فكرة هو مش كونسبت، بس في رأسهم مش كل الموجود بالعشرة آلاف دونهم هذول، في رأسهم إيش؟ بعض الصفات. لما نيجي نرسم نجمع الكتب all possible models بالنسبة للمكتبة، نلقى إيش؟ إنه هاي المنطقة. ليه؟ هاي المنطقة بالنسبة للي بيحكي إنجليزي، شو يعني كتاب؟ هاي المنطقة شو كتاب بالنسبة لإيه نبياً؟ لمكتبات الجامعة. طيب نيجي نوخر الأونلاين بوك سورس، شو يعني كتاب بالنسبة لهم؟ نلقاها مثلاً هاي المنطقة. وشو يعني؟ يعني أول إشي إنه المكتبات مش معنية إنها برضو تحتفظ في كل إشي الناس تسميه كتاب. يعني بمعنى آخر أنا ممكن أعمل كتاب وأروح للمكتبة ديرزي تحطوا عندكم كل لا إحنا هذا بنشي. ليش؟ بقول لك هذا كتاب فاضي، يعني بمعنى آخر تافه. إذا معناته مش معنية في كل الكتب، صح ولا لا؟ طيب لو الأونلاين بوك ستور معنيين في إيش؟ في بعض الكتب برضو. إذا نلاحظ هون مثلا بس هذا كمثال، إنه هذا الابليكيشن بالصدفة أجماله سبست من هذا، يعني هي مش بس هاي سي، هاي اي سي، هي مش بس سبست من اي وكمان سبست من اي بي. مزبوط؟ هذا على فكرة بقولنا إنه كل إشي بتبيعه الأونلاين بوك ستورز، كل الكتب اللي تبيعها الأونلاين بوك ستورز برضو المكتبات بتحطها، مش تبيعها حط عندي. طيب نيجي نأخذ مثال ثالث. أوه شو هو هذا؟ لاحظ ضغطي على المكتوب هون، ضغطي عشان ما تقرأوش. لاحظوا هاي المنطقة، هاي مفهوم كتاب لأبليكيشن ثالث، لا هو مكتبات ولا هو أونلاين بوك ستورز. وعلى فكرة إذا بتلاحظوا في بعض الكتب الموجودة هون موجودة بالمكتبات أو ممكن تكون موجودة بالمكتبات، بس بعيدة جدا عن مثل نوبة المثال مفهوم كتاب، تختلف تماما عن مفهوم كتاب للأونلاين بوك ستورز. المتاحف، بالنسبة للمتحف شو الكتاب اللي هم معنيين فيه؟ الكتب القديمة النادرة اللي هاي مش متداولة للبيع، مزبوط ولا لا؟ طيب إذا لما أنا أجي أبني أونتولوجي لأبليكيشن، قال أنا مرات مرة هون مرة هون مرة هون مرة هون مرة هون مرة هون مرة هون، فلما يجي أبليكيشن ثاني قد يكون إنه بغطيش، فالريش اللي نقول الريوزابيليتي تبعتنا بتزبطش لانه ما بيغطيش. مش كل الحالات الانستنسز
اللي بده اياها هذاك الابلكيشن بتزبط عندي للانترنت اللي انا بنيه. بالتالي انا بس هون بصور لك انه هذول الابلكيشنز بيختلفوا عن بعض. انت لما تعمل ديسكريبشن لهذا او لهذا او لهذا تقدرش تقول روح كمان استعمله في منطقه ثانيه. الشيء العام بيكون على مستوى عاده اللغه. بالنسبه للي بيحكوا انجليزي شو يعني كتاب هيك مثلا للدومين، انا بديش اقول اللغه حتى، او لدومين واسع. فكل الفكره النوليدج دبل ارتكيوليشن ثيوري اللي هي تقول انه هاي الثيوري انه الانستنسز تاعت ابلكيشن معين سبست من الانستنسز تاعت الكونسيبت هذا على الدومين ليفل. وبالتالي هاي الرسمه هذا السهم، شايفين هذا السهم هو معناها يعني شو يعني؟ يعني كتاب هون سبس مفهومه الموديل ست تبعته مفهومه سبست من الكتاب الموجود، وهاي سبست من هاي. بس لاحظ هاي سبست من هاي وهاي سبست من هاي من نفس البوك. بس كيف لما انا شفتها اجت السبست زي هاي واحد جوا الثاني. هلا في كل السبسيتس اسم الكتاب موجود، يعني في كل سبسيت من سبسيت من سبسيت كل مرة فيش سبسيت. هاي مش سبسيت سب كلاس اوف، مش هذا المعنى فيها. هاي مش سب كلاس اوف، هاي مش سب كلاس اوف، يعني هاي مفهوم مفهوم الورد ديكشنري الورد نت مثلا. بلاقي بوك 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 لا لا بوك واحد بوك واحد تعريف بوك بوك واحد بوك واحد طبعا معناته هون يعني تعريف البوك في ها هو هذا. اذا اللي داخله اذا تعريف لما اقول هاي هاي منطقه داخل الخط الاخضر اللي شفناه قبل شويه. ليش ما تعطيش اسم ثاني؟ لا ليش ما تعطيش اسم مجلد؟ هذا نفس الكونسيبت. نو 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 سامي اسم ثاني غير بوك. لا ليه؟ البوك يونيك ولا لا؟ مش هاي الفكرة. هلا مفهوم أنا بقول لك سيارة. هلا إذا أنا ما أقول لك أنت بتقول لي بروح أرخص السيارة ومش عارف كذا، هلا أنت استعملت كلمة سيارة مزبوط؟ منين جبتها؟ من اللغة العربية ولا لا؟ استعرضت الكلمة هاي استعملتها من اللغة العربية. لو جينا فحصنا بهذيك اللحظة شو قصدك في سيارة؟ بعدين شو احنا على اللغه العربيه شو معناها سياره بشكل عام؟ نلقى انت عانيت اشي جوا هاي الدائره. بس بجوز على فكره بعد نص ساعه تستعمل سياره تعني كمان منطقه ثانيه بالدائره. فهمت علي؟ يعني كل مره بتستعمل كلمه سياره هذا ابلكيشن. هلا بمفهوم الاي تي انه هاي لما انا ببني الانطولوجي هاي مش المقصود اعمل سب كلاس، مش المقصود اعمل سب كلاس. المقصود انه لما هان اشوف بوك وهان اشوف بوك بدي اياهم اثنين ينجروا ويربطوا حالهم وين؟ هون. بس يحطوا حالهم انه انت يا اونلاين بوك ستورز لما امازون بيستعمل كلمه بوك هو بيعني جزء من هاي الدائره، بيعني هاي. ولما مكتبه الجامعه بتستعمل بوك تعني هاي الدائرة، ولما المتاحف تستعمل بوك تعني هاي الدائرة، وكل واحد بيستعمل بوك معناته هو وين موجود؟ في منطقة داخل هاي الدائرة. هلا على فكرة مجموع استعمال كلمة بوك هو اللي بشكل الجريد. لو جمعتي كل استعمالات كل الابلكيشنز الاي تي والاستعمال اللغة ولا كلمة بوك وفحصتيهم كل واحد تلقيه ان هاي المنطقة هن بشكلن بي هن شكلن المنطقة الخطأ. بالتالي هو انا مش سب كلاس، مش المقصود اعمل سب كلاس، المقصود انه انا اللي بدي اوصل له اني اخلي الابليكيشنز هذول في بينهم نوع من الانتر اوبرابيليتي بالمعنى. بس على فكرة مش دائما تزبط، يعني ممكن استعمل هون اجيب انطولوجي ثالثي للمتحف واخليه يستعمل بوك، بس بوك هون
بتضارب تماما مع البوب تبع هاي. بس على الاقل اللي بقوله انا انه هون كل اللي بتشوفوه الاسود هو المعنى العام، وانت بتيجي بتخصصه باستعمال constraints اللي هم اليوزابيليتي تبعتك. هاي الفلسفه العامه. هلا الفلسفه العامه، هلا انا كيف ممكن نطبق هاي الفلسفه الى حد ما؟ بس على فكره قبل ما نطبقها بدي اذكركم شغله. خدتوا انتوا الليجال انفورماتكس مزبوط؟ خدتوا شو؟ خدتوا مقدمه عن القانون؟ تعرفوا القانون كيف بيشتغل؟ هلا انت تيجي تقول انت عندك مؤسسه، عندك شركه، تحط لها قوانين مزبوط؟ القوانين تبعتك اللي حطيتها انو بفسرها، انو الاعم منها؟ قوانين الشركات، قانون الشركات اللي في البلد صح؟ انو اعم من قانون الشركات؟ يعني اذا شيء مش موجود بقانون الشركات مين بروح؟ القانون العام. طب اذا شيء مش موجود بالقانون العام؟ الدستور تاع البلد. اذا مش موجود الدستور لا محكوم دولي، لا اللغه القاموس. هيك عمل القانون بيشتغل وبيكون يمكن في قواميس معينه شائعه الاستعمال، القواميس المهمه. يعني لو تروح انت في المحكمه واختلفت انت وغريمك على شغله والمحامي تبعك بيدافع بقول لك هاي ما لكنا لهاش تفسير في الانظمه واللوائح الموجوده عندهم بالمؤسسه، ولا لها تفسير، ولا انذكرت بالقانون الشركات، ولا انذكرت بالقانون العام، ولا انذكرت بالدستور. لغويا بتعني 1 2 3، بصير يدلل انها لغويا بتعني 1 2 3. يعني اللي بدي اقوله هون انه حتى تفسير الكلمات بالقانون في تدرج. شفت كيف انت؟ عشان هيك فيك بس هلا القانون شو برمي؟ الفيك نسها برمي وين؟ اخر اشي على اللغه، على القواميس واللغه تفسر المعاجم. كل واحد حط فريق، كل واحد جاهز. لا هلا هناك يعني بدنا نفترض انه في المعنى معروف بغض النظر مكتوب هلا اليوم في القاموس او بدهم يجوا يكتبوه بنفس الطريقه. بس انه هلا انا كيف بدي اطبق هلا يعني هاي الفلسفه العامه كيف بدي اطبقها؟ هاو تو ابلاي هاي الدبل ارتكيوليشن ثيوري. اول شيء انه كل الفوكابيلوري اللي بستعملها بالانطولوجي تبعتي هسه بينكم زي ما بقول الانطولوجي تبعتي يعني بمعنى اخر انا وكاني صرت الانطولوجي تبعتكم بالنسبه لي بطلت انطولوجي بالضبط. هيك انا قاعد بقول الانطولوجي هاي تبعتكم بتاع زنار مثلا هاي مش انطولوجي، هاي ابلكيشن انطولوجي مش بتفسر المعنى، مش صحيح بتكفيش لتفسير المعنى، كانه هاي ابلكيشن انطولوجي، هاي مش انطولوجي. اها بس اذا بدك تحسن من شغلك شو بتساوي؟ All vocabulary used in an application axiomatization is linked. Linked. When a vocabulary in the domain axiomatization. كلمة axiomatization أو ontology هون نفس المعنى. Which can be linguistic resource. They were there. يعني each concept يعني هيك. Each concept in an ORM model أو بأول كل concept is linked وإذا كونسبت في انطولوجي لغوي او بقاموس. كيف سوري هون انا على فكره قاعد بديش افسر كيف، بس امر عليه الخطوات على السريع وبعدين ندخلين هنا بالتفصيل. الشيء الثاني مش بس اللي بتكتبه باللوجيك وبتكتبه هاي بالاو ار ام بكفي، لازم تعمل شيء اسمه جلوس. كل تير في الانطولوجي تبعتك لازم يبقى له جلوس. جلوس يعني تفسر بالناتشرال لانجوج، وهي لها كتابة يعني لها طريقه لكتابه الكلام فيها للتفسير، هي مش تكتب على خاطرك. الشيء الثاني في شيء بنسميه الكونتكست او السكوب. السكوب اوف انتربريتيشن تاع الانطولوجي تبعتك لازم ينحط. هلا بنحكي شو هم. واخر شيء المودلرايزيشن.
لازم تعمل الانطولوجي تبعتك للموديولز. هلا نيجي للروتينج. اول واحدة هاي شو بتعني؟ هاي مثلا انا عندي ابلكيشنز وانا بنيت انطولوجي واحد، هذول بيستعملين انطولوجي اثنين، هذول بيستعملين انطولوجي ثلاثة. زي هاي زي مثلا الانطولوجي تبعت الحكومة الالكترونية، لما اجي استعمل كلمة municipality باجي بقول هذا الاول. هلا انا شو قلت في كلاس عندي سوري مش سوري اتوقع انها سيتي، هاي سيتي او اللي هو في عندي كلاس حطيته هاي حطيت اليو ار اي تبعه وقلت هو سب كلاس اوف وين شيء من الويرد نت. مش اخذنا بالاول انه احنا بنقدر نستعمل تعريف بعض؟ هاي الفكره. اه بس مش تعريف بعض يعني مش مجرد مش بروح بستعمل شغلانية الا اذا يعني هاي تكون ابلكيشن انطولوجي. لا بتروح بتدور على لينغويستيك انطولوجي محترمه انت على تدور عليه انت اللي قنعت. وكل ما تستعمل كلمه عندك ليش تعيد استعمالها؟ وين سوري عيد استعمالها عيد تعريفها زي ما بدك بس كل هاي اللي بعنيه هو ها هو نفسه ها وبعدين بتفصل. بهاي الحاله طلع هلا عندنا ويب سيرفيسز موجوده على اجهزه بتتناقل بيانات شيل الانطولوجي تبعتها اللي بنيتها انت بتاعت الحكومه الالكترونيه. هيك تفسير المعنى كلمه سالاري مثلا عرفت انت كلمه سالاري ها هلا بس انت كمان نفسك الانطولوجي هاي عرفت او ربطت روتينج يعني جذرت المعنى تبعك بمعنى وين موجود على مستوى اللغه. لاحظين بهاي الحاله زي هاي مثلا انطولوجي زي ما كنا هاي الانطولوجي بتقول انه في عندنا هاي هاز بروبرتي سوري هاز نيم اللي هي السيتي سيتي هاز نيم. هلا بدل ما انا استعمل السيتي تبعتي يعني اعمل كرييشن لكلاس هون من الصفر بروح بجيب الكلاس هذا من وين؟ من لينغويستيك اونتولوجي. وهلق مجره هاي اونتولوجي ويل خلينا نعمل سكيب. بس هاي اونتولوجي بنيناها شرحت انا قبل هيك للاي كوميرس سي سي فورم هذا الكومبلينينج بورتال هذول كلهم بالاخر ابلكيشن اكسوماتايزيشنز. كل هذول السبعه اللي شفتهم قبل شوي كلهم لينكد على هاي اللينغويستيك اونتولوجي او الدومين اونتولوجي. هلا مرات تقول لي طب هل في اونتولوجي اربط فيها لينغويستيك اونتولوجي؟ مرات ما فيش. بنيها انت او ضيف يعني جيب الويرد نت وضيف عليه. بس لما هو تضيف هون بتضيف فيش ابلكيشن برسبكتيفز. ممنوع تحط كونسترينتس اصلا مانداتوري ويونيك ممنوع تحط اصلا بتضيف بالطريقه اللي بنضاف عليها يعني بالطريقه اللي بنت فيها يعني هون بتبني بطريقه هون بتبني بطريقه. هلا مش هذا المهم بس المهم في كمان شغلتين مهمه انه في عندي انا مش بس التير لازم كانوا ايش جلوس. هلا مش راح وكل الانطولوجي هاي لازم كالها كونتكست. هلا بنشوف شو يعني كونتكست. اول شيء الجلوس ندرس هاي شو يعني كونتكست ايه شو يعني جلوس. الجلوس اني انا اورجيك في عندي مثال اول شيء انا عندي بوك في هاي يعني اول وانا عندي بوك بروح بقول بعرف بوك بعرف بايش مثلا لانجوج بقول A written material that gives knowledge or understanding composed as pages bound together and shielded by two covers بلا 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 بلا. هذا الكلام شو معناته؟ انه انا بكتفيش فقط بالتعريف بوك في الاول او بالاول كمان بعرفه بالناتشرال لانجوج. ليش؟ طيب
اول شيء يعني نفهم شو هذا اللي هذا بنسميه جلوس. جلوس is an auxiliary informal but control. هلا نشوف كيف بنكتب. بنكتب بطريقه خاصه. فهو يعني عشان نفسر linguistic term a gloss is supposed to render factual knowledge. Factual يعني معنى آخر knowledge حقيقي. That is critical to understand the concept. But that is for example implausible or unreasonable or very difficult to include في الORM أو في الأول. يعني مرات في شغلات صعبة يعني تقول لك الإنسان يعقل وينطق. هي هون بالجلوس تقدر تقول يعقل وينطق بس تروح تكتب بالORM يعقل وينطق. فهمت علي كيف؟ هلا it's not the gloss is not to catalog general information and comments. مش عشان نحط comments مثل ما بتساوي الدكشنريز. الدكشنريز تعرف لك كتاب. كتب يكتب كاتبا وقال ابن هيثم ان الكتاب مش عارف كذا وقال الشاعر لا مش هذا النوع من المعلومات اللي ندور عليه. باختصار في ست guidelines عشان تكتب تعريف. على فكرة هذولا مش بس للأنتولوجي. صدقني أنت لو تتبعهم بأي إشي هلا بتشوف كيف تعرف. Start with the super type. كيف؟ بدك تعرف search engine. شو بتكون؟ A computer program that. كل شو مصطلح يطلق على شو ليه قلت مصطلح يطلق على مو مصطلح يطلق على ليش تقول لي مصطلح يطلق على هو مصطلح يطلق على ها شو محرك بحث It's a computer program that بتكمل شو تعرف invoice a business document that شو تعرف جامعة an institution of فبتبلش في ايش السوبر تايب. هلا بعدين خليني انط على هاي قبلها هاي بعدين بتحط الصفات الجوهريه المميزه شو تعريف انسان حيوان يعقل وين بس كيف شو بدك تقول كل لي شو مصطلح يطلق على تبدا البلوس وبعدين كيف يعني احط يعني فوكس اون لينغويستكس فوكس اون ديستينجويشينج كاركترستكس اند انترنسيك بروبرتيز ذات ديفرنشييت ا كونسبت اوت اوف اذر كونسبتس ركز على هذول كيف خذ قارن هذول هلا بنشوف كيف تمارضت تلك فرق بين هذول عندنا بدنا نعرف لابتوب كمبيوتر طلعوا فكروا قارن هذول التعريفين A computer that is designed to do pretty much anything a desktop computer can do. It runs for a short time, usually 2 or 5 hours on batteries. في مشكلة بهذا التعريف؟ ها؟ تمارا؟ لا؟ مهنا؟ تعريف كمبيوتر؟ لا توب كمبيوتر. 17 صفر جوهرية. بقول لك a computer مزبوط. That is designed to do pretty much any desktop computer can do. It runs for a short time. مزبوط. It runs for a short time. على فكرة حط سيرفر حط على بطارية بزبط عليه التعريف صح؟ طيب شوف الثاني A portable computer small enough to use in your lab. هاي اللاب معدين؟ فأول إشي بيش بدأ التعريف سوبر تايب هلا بتقول لي هو معناته لازم نعرف السوبر تايب مش ذات قضية يعني إنك يعني لازم يكون السوبر تايب very precise بس حاول إنك تقول إذا عندك السوبر تايب حط السوبر تايب إذا مش عندك اجتهد حط إشي وبعدين حط يعني بعدين ميز أنه نوع من هذا السوبر تايب أنت بدك شو الصفات اللي بتميزه
لا خلص ليه؟ ما انت قلت يا كمبيوتر. ما احنا كنا ابورتابل كمبيوتر. طيب ايوه هلا لازم يكون مكتوب in terms in form of propositions. عارف شو معناته proposition بالانجليزي؟ يعني تقول كذا 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 يا تو offering the reader inferential knowledge يعني معرفة استنباطية that to help him construct the image of that concept. بتقول مثلا طلعوا هاي a computer program منعرف شو search engine. A computer program for searching the internet it can be defined as one of the most useful aspects. ليش هاي كان one of كل شو تعرف search engine كل هو من أهم أنواع عم بحكيش عن الصفات المميزة طريقة الكلام طريقة التعبير computer program for searching the internet لحد هنمليها it can be defined as one of the most useful aspects of the world wide web. لا هاي مش proposition. Some of the major ones are Google and مش حد هاي مش proposition. بينما الثاني شو بتقول computer program that enables user to search and retrieve documents or data from a database or from a computer network. Terms of propositions. بعدين استعمال examples ممنوع ومسموح. ممنوع بشكل عام مسموح في حالات. محبب في حالات. يعني تعرف e-book. ايه سوري. تعرف book. هلا e-book book. بس شاع استعمال انه الاي بوك بزبطش على الناس يعني اذا تعريفك بيشمل اي بوك بمعنى اخر بس بت 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 يعني كيف هون نقول استعمل الامثلة اللي شاع استعمالها انها غلط بس هي صح او شاع استعمالها انها هي صح بس هي غلط بالنسبة لتعريفك هون استعمل شو مشكلة بس قصير طبعا be consistent with the formal definitions طبعا هذا اذا بدك انت تستعمل الكلوز داخل الانتولوجي مش الانتولوجي تبعتك بتقول الORM تبعها والاول تبعها بيحكي اي شيء ويتناقض مع التعريف الموجود بالكلوز لحظه بسرعه طبعا be sufficient be clear be easy to understand و و و و هذا هو هيك نعرف احنا ايش للجلوس. وعلى فكرة في البراكتس سيشنز بدي اياكم تتدربوا على كتابة جلوسز للكلمات للكونسيبتس اللي حنتعامل معها. هلا نيجي للكونتكست. شو يعني الكونتكست؟ شو معنى السياق بالمناسبة؟ بلا هيك السياق ها؟ تتابع الكلام مفهوم. هذا الفلونسي هاي. لا بتقول لي بقول لك شو معنات بنك؟ بتقول لي في الكونتكست تبع الفاينانس بنك معناها فاينانشال انستتيوشن وفي الكونتكست تبع الجغرافيا البنك هي ضفتنا هاي صح؟ وفي السياق ما نقول سوري الكونتكست احنا تعريفنا عاده من قول هو سكوب اوف انتربريتيشن سكوب هو مجال التفسير حسب وجهه في اي جمله طبيعي الكلام هي مش جمله هي في باك جراوند نولج بتكون انت بس تكش ما تبقاش اكسبلسيت ف خلينا نقول نتفق على بغض النظر شو تعريف السياق انه الكونتكست تعريفه سكوب اوف انتربريتيشن فانا لما باجي بعرف السياق تاع الانطولوجي تبعتي الكونتكست شو يعني بدي اعرف سكوب اوف انتربريتيشن للمصطلحات تبعتي ها هل انا اذا انا ببني يعني لما انا اعمل انطولوجي للاي جوفرمنت شو سكوب اوف انتربريتيشن تبعي مثلا شو سكوب اوف انتربريتيشن
كيف هي الحكومة نفسها؟ مش عملنا أنطولوجي في زنار للحكومة الإلكترونية الفلسطينية؟ هاي الأنطولوجي شو الكونتكست تبعها؟ خدمات الحكومة بشكل عام. شو يعني الحكومة بشكل عام؟ يعني ايش تقسيمات الحكومة عندنا مثلا؟ ايش متقدم؟ لا شو يعني البروسيجرز؟ جماعة تداول البيانات، طريقة تداول البيانات. تعرف شو هو؟ أول إشي القانون الفلسطيني صح؟ بعدين التعليمات اللي داخل التعليمات اللي هي أقل من القوانين والإجراءات وأنا رأيي كمان كل الداتا بيس سكيمز أو اللي هي الداتا بيسز بتاعت الوزارات كلها والناس اللي موجودين هذا هو كل السياق، هذا هو سكوب أوف انتربريتيشن، هذا هو اللي أنا لما تشوف كل مصطفى اللي عامله أنت غلط في هاي الانتولوجي بقول لك لا هيك بتفكر الحكومة تبعتنا، هيك القانون الفلسطيني الحكم بيننا الأشياء الحكم بيننا الأشياء اللي القانون الفلسطيني. هلا خذ هاي الانتولوجي روح على الأردن هلا مش بالضرورة تمشي لأنه قد يكون اختلافات بالقوانين لاحظين. هلا إذا ضروري جدا من أول ما أبلش أبني الأنطولوجي أحدد السكوب. السكوب يعني الكونتكست. هلا إيش هنا لما أقول سو نقول إبراكتس كيف يعني نسوي؟ We define context by referring to a source. A source أو resource أو sources. زي set of documents, laws, regulations, informal descriptions of best practice, etc. which by human understanding لاحظوا هنا دقيق جدا في التعريف which by human understanding is assumed شو هو الأسيوم إنه هو هذا السورس to contain those assumptions assumptions الموجودة تبع في الأنتولوجي concepts, relations, and rules are